السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في برنامج فرغ قلبك. برنامجنا موجه لكم، برنامجنا يسمع لكم استفساراتكم، أي حاجة تحوسوا لها على حل، أي مشكلة راكم حيرين فيه، رانا هنا باش نسمعوكم. أرقام تليفوناتنا 3801، اتصلوا بنا ما تتردوش، رانا هنا باش نسمعوكم. برنامجنا كل حلقة فيها راح يطرح اتصالاتكم والمشاكل اللي راكم تحوسوا لها على حل. راح نسمعوكم ونحاولوا مع الضيوف تاعنا نلقاو ليكم إجابة لجميع الاستفسارات. الآن واليوم موضوعنا الأول راح يكون عن شيء كلنا رانا نعانوا منه، شيء موجود في كل العائلات، وإلا ما كانش أنت تعاني منه شخصياً راهو يعانوا منه الناس اللي راهي في محيطك. المشكل اللي كان موجود ولا زال موجود وسيظل موجود بين العجوزة والعروسة. مشكل رانا كلنا نشوفوه قدامنا، مشكل راهو يخرب بيوت، مشكل بسببه قاعات المحاكم راهي مملوءة. هذا المشكل اللي بسببه أيضا كاين بزاف عجايز راهم في دار العجزة، ورجال كتار في الوطن العربي راهم واقفين وحيرين بين يرضي الأم ولا يرضي الزوجة. اليوم وقبل ما نتعرفوا على ضيفتنا اللي راهي موجودة معنا، نروح وننتقلوا إلى هذا التقرير اللي أعدته الزميلة سارة بالحور على حول هذا الموضوع. شكرا لمتابعتكم لنا وشفنا آراءكم، آراء الجمهور الجزائري حول هذا الموضوع. باش نتكلموا عنه أكثر، اليوم ضيفتنا شخصية مميزة، تعرفوها كفنانة بصح ما تعرفوهاش كإنسانة، ما تعرفوش هذا الجانب اللي كان مخبي منها وآراءها حول المواضيع الاجتماعية. احنا حبينا نبروفيتيو من هذه النقطة ونجيبوها معنا اليوم. مرحبا بك مدام نوال ايلول. صباح النور. صباح مرحبا النور. بك معنا. واش راكي؟ صباح الحمد لله. لاباس الحمد لله. صباح ميرسي. قولي لنا واش رايك في موضوع اليوم؟ موضوع كبير 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 كبير، وموضوع كيفاش نقول لك مشى مع اجيال واجيال واجيال. احنا عشنا ونزدنا دائما عندنا هذه الفكره، الفكره باسكو انا بوغ موا هذه وجهه نظري، ما نقدرش يعني مانيش نفرضها على الناس، بصح نقول باللي العقل تاعنا سي موسكل. انت واش تعطي له؟ تعطي له النيجاتيف، النيجاتيف راح يفكر كامل التفكير تاعو راح يكون على باز دو سو كوتي نيجاتيف، اي لو كونترير يعني عكسه هو لو بوزيتيف. يعني ربنا دائما احنا دائما نقولوا العجوزه، احنا عندنا مشكل في الالفاظ صح؟ اصلا كلمه عجوزه، كلمه عجوزه، عروسه، عروسه على بالك عروسه في هذاك النهار برك نهار العرس كمون سي بون خلاص عندها 20 سنه وتقولي لها عروستي صح سي بون، هذا سي 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 ما نعرفوش نسمو الاشياء. حتى ولو كان هذيك اللي تقولوا عليها عجوزه تكون زادت بليتو تكون زوجة وليدها، يعني هي يعني هي صغيره، هي صغيرة تكون عندها 40 سنة ولا 45 سنة وعندها وليدها زوجاته، نقدر تقدر يعني بالحسابات 40 سنة تقدر يكون عندها وليدها تكون زوجاته. ممكن. قبل ما نتعمقوا أكثر في التفاصيل خليني ناخذ أول اتصال معنا. حياة من برج الكيفان. ألو. ألو مساء الخير. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام، شكون معايا حياة؟ معك حياة من برج الكيفان. مرحبا بك معنا. تفضلي أخت حياة. انا اختي انا متزوجه، اها عندي عامين زواج وعندي طفل، اها ساكنه مع جوزتي وشيخي ولواساتي الله يبارك. اون بليس دو اون يسلمك اون بليس دو انا خدامه برا، اه صح شغل الدار كامل عليا يا اختي، ما يحنوا عليا ما والو لواساتي، حتى الماء نتاع الفطور يخلوهم لي حتى نجي من الخدمه باش نغسلهم. تما انت ساكنه معاهم ويخلوا لك الماء حتى تجي من الخدمه باش تغسلي الماء فطورهم؟ انا ولا غير يخلوهم يا اختي، واش ندير؟ بعدا كي نجي نحصل نروح نغسلهم، ومن بعد نزيد نطيب العشاء وليدي يبكي ما كاش كاع كيفاش ندير لهم، ولا غير القبل يحل معاهم تعيشوا ما حصلت ان شاء الله. عجزتي عن بالك كان نحكي لك ما رانيش كامل لحقه خير، اون بليس حبيت ندير داري وحدي، بصح عجزتي ما خلات راجلي قالت له تقعدوا تسكنوا معايا. راجلك عنده خوتو؟ عنده راح يتزوج، عنده خو صغير عليه راح يتزوج، ويمه قالت له بالسيف تعاون خوك. شكرا حياة، راح نحاول نعطيك حلول معنا هنايا ونشوفوا رأي الضيفة تاعنا. وش رأيك نوال؟ ما جاتش في الماعن صح، باسكو هي لو كان كانت مرتاحة الماعن تغسلهم، ما جاتش في الماعن، ما جات في درجة، درجة الحياة، درجة التربية.
درجة القوة، كاين بزاف درجات، كاين بزاف درجات. دونك واذا كانت قالت لك الواسات هاي خلوا لها الماء، والواسات هادو يخدموا ولا ما يخدموش، انا ما نقدرش نهضر عليها، بالك هما ثاني كيخدموا. صح، بالك هما يفطروا في الدار ويخلوا الماء. باللي شوفي انا ما انا انا ما احنا عندنا المشكل تاع تاع لا فام كونتر لا فام. انا جو في با اتر دائما عدوة المرأة هي المرأة. جو في با اتر كونتر لا فام، جو في با اتر كونتر ما سور فوتر سور، ما نقدرش نكون هكذا، ولا كونتر ما مير ولا اون بيل مير. دونك انا نهضر على الموضوع بحد ذاته. انا نقول بلي المشكل الرئيسي يكون في عند الراجل. تري بيان، لان احنا مشاكلنا بكري بكري، المشاكل تاع بكري بالك احنا ما عشناهمش احنا اليوم. صح، باسكو اوتر طون والدنيا تبدلت. المشاكل تاع بكري سي الراجل كانت عنده كلمه كلكو سوا اكس، الراجل اللي يكون هو الفاصل في الموضوع، الراجل اللي قادر ماليه يقدر يماه، خلينا من خواتاته خلينا من خاوته خلينا، يقدر يماه وباباه، ما تلقاش عنده مشاكل باغابور للراجل اللي ما يقدرش يماه وباباه. باسكو لازم دير مليح في بالها المراه كيما الراجل ولا قادر يماه يقادرها هي تاني. طبعا اللي ما فيهاش الخير في اهله ما فيهاش الخير فيه، الخير ما تستناش منه الخير. هذا نعاود نرجع لك للسوجي تاعي، كلمه العجوزه. لو كانت الطفله، لو كان المراه عندها 45 سنه ولا وزوجة وليدها يقولوا يعيطوا لها عجوزه. ديجا شو سي ميشونستي، احنا ما نحسولهاش بصح سي ميشونستي. كلمه عجوزه يعني شغلة تعايريها، مازال هي دير لي ماش وتماكيه مليح وتخرج وحتى مازال تحب راجلها، على بالك مازال عندهم قصة حب. قصة حب ما تخلاش في الدنيا هذه. احنا عندنا عند المجتمع العربي مرأة عندها 50 سنة تحب راجلها شغلها سي بيزار، شغل كلي بحالها انت ما عندكش حق. بالضبط. مدام سمحي لي نقاطعك، نروح الآن عندنا اتصال ثاني. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معنا؟ معك نسيمة من القبة الأخت حنين. مرحبا بك مدام نسيمة، تفضلي، وشنو هو انشغالك؟ فوالا انا عندي المشكل تاعي مع ما بيلمير. خير ان شاء الله. انا فوالا راني مزوجه، عندي اربع دراري. الله يبارك. المشكل تاعي يسمك، المشكل تاعي هو ما بيلمير جايبتها كابي كيما نقولوا. كنت نخدم، حبسوني من الخدمه، مون ماري جو بيان افيك لوي، مي لو فات كي يروح عندي ما يتبدل عليا. اون بليس حنا ساكنين في دار وحده، معناتها لي طاج تاعها ولي طاج تاعي. نخدم شغلي في داري، نزيد نخدم لحاليها باش نروح لدارنا الي كونتر، ما نروحش نشوف مي بارون دي موا. ديكي نروح عند مي بارون يجيها المرض يعيطوا لي غاولي رانا ديناها لوبيتال، نلحقوا نصيبوها ما عندها والو، اي بورتون الي باجي تخرج تحوس سي تو، مي فيك تلحق ليا انايا كلش يحبس. كيما درت معاها جو سوي با ميشونت افيك ان، معاها بالشفنا اي تو دايرتها كيما ميمتي، مي هي والو ما كيما درت معاها والو. ما ماري يكون مليح ديك يحبط عندي ما هي تقلب، نديرو شكرا يروح عندي ما هي تقلب. نعم شكرا، يعطيك الصحه. راح نحاولوا الان نشوفوا راي الضيف هذه. شوفي المشكل تاعها انه راهي تعاني من عجوزتها، راجلها حبس لها الخدمه باش تقعد مع يماه. اكسكوزي مو بور لاتون جو فيتي زي مزوجه بهذه المراه، شغل سي 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 بيزار الراجل، سي بيزار. علاش قلت لك هنايا هنا في الراجل كيكون عنده هو الفاصل في الموضوع، هو الفاصل درك. ما كاينش كلمه خوف، كاين كلمه قدر، علاش ما نعرف قدره. صح فهمتي، ماشي زعما نخاف من يماه ولا نخاف من مرته، باسكو عيب. جميع المشاكل يعني اللب الاساسي في الموضوع كانت الغيره، كانت الغيره وكانت الفكره اللي نقول لك لو نيجاتيف اللي دخل في راسنا، حتى وقت طلعت ما تكونش غيره، ما تكون حاجه واحده اخرى. عندنا مكالمه اخرى. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا؟ معكم مراد من بليده. مرحبا بك خويا مراد، تفضل. حبيت نشارك معكم في الموضوع. تفضل. ايه انا صرا لي نفس المشكل، تزوجت في 2016 وكنت لاباس بيا، وكنت مع يما لاباس، وكانت تحبني وكانت توجور يعني علاقة طيبة، علاقة أكثر من طيبة، علاقة الأم مع ابنها. تفضل. أيا حتى جا نهار اللي تزوجت فيه ودخلت المرأة وأنا ساكن مع دارنا. إيه جات من نهار تزوجتي ما تبدلت معايا. كيفاش؟ تبدلت ولا تتغير، تقول لي ما وليش تحوس عليا، شوفني زعما خرجت مع مرتي ما يعجبهاش الحال، تولي ولا تتشنف، ودي فوا نشري لك شي حاجه لمرتي ولا هي ما يعجبهاش الحال. بون كنت نشيلها قبل ما نتزوج، صح كي تزوجت الله غالب كل واحد وظروفه.
هي العلاقه ريحتها بدا متهوره، دائما مشاكل مع مرتي، دائما صور دخلت لي في حياتي. يعني مشاكل مع المراه ونفس الوقت مع الام. ايوا غيره هي من مرتي ولات تغير، لا تقول لي اي ما كانش كانت معاك مليحه دوك تبدلت، دي فوا انا ما كنتش في الدار تسمع حضره لمرتي وانتيا ولاش ما ديريش هادي، وليدي كان كي كان براسو كان مليح، ما كان كان هايل كان معانا. فهمتك خويا، شكرك على الاتصال تاعك، وراح نحاولوا نعطيك بعض الاجوبه اللي ممكن تفيدك وتستفاد منها وتطبقها مع الزوجه والام. يعني انا راني نشوف باللي مشكل الوالده ديالو الغيره، يعني مش الغيره، هو جاب مراه عايش مع دارهم، امه صارت يمكن تحسها منافسه ليها. اسمها حب، خلينا ممكن منافسه نو اي واش راني نقول لك، راني نقول لك باللي الزرع الفكري زعما هي في بالها باللي المراه هذه جات تنافسها، جات لازم الحاله الاقتصاديه هي اللي صارت للزوجه. صح، لازم الحاله الاقتصاديه تبدل، كل حاجه تتبدل، كل حاجه تتبدل. كيفاش لازم نفهمو؟ جات مراه واحده اخرى كامل جات لعندك، باسكو هاد العجوزه اللي تقول باللي جات مراه وبدلت، هي ثاني كان عندها بنتها وراحت لدار واحده اخرى بطبيعه الحال. ايه فيزيغسا، دونك لازم نتحكموا في الموضوع. اون بلوس الدنيا تبدلت، اليوم ثاني حبينا ولا كرهنا، ما راني في الجيل الجديد، احنا ثاني البنات تبدلنا. صح، تبدلنا كومبليتمون، ما ناش كيما تاع بكري. ما نحبوش لا كريتيك، ما نحبوش لا نصائح، ما نحبوش النصيحه نشوفوها كانك ان كريتيك، ما نحبوهاش. ما تحبينيش، لا تاذيني بنصيحتك، ما نسحقش نصيحتك علاش نصحتيني ما طلبتش. ولا تقول لك مانيش عارفه ديري مليح في بالك يا بنت الناس باللي هاد المراه اللي كتقول عليها عجوزتي هي اللي جابت لك هذا الراجل باش تزوجتي به. كيلكو سوا اكس، لازم، علاش قلت لك عاش من عرف قدره، دونك سي ان سوجي تري فاست اللي ماشي حيخلص لو سوجي هذا. وهنا لازم كل وحده تفهم باللي سنه الحياه، سياسه الحياه، الاستمراريه، ماشي باسكو انت عندك راجل، انت اللي جبتي الراجل هذا راك حتزوجي، تما انت راكي في اون بوزيسيون دو فورس، والطفله اللي عندها بنتها حتزوجها راهي اون بوزيسيون دو فورس. وخلقناكم من ذكر وانثى، ربي سبحانه ما قالش وخلقناكم من ذكر وذكر ولا من انثى وانثى، دونك الاستمراريه تتكون من ذكر وانثى. نستقبل مكالمه اخرى معك. أوكي. تفضلي. الو الو، شكون معنا؟ نسرين من بومرداس. اهلا بك نسرين، تفضلي، وشنو هو انشغالك؟ عندي مشكل كبير. تفضلي. حطم حياتي على جال هذا المشكل اللي مع جوزتي وراجلي. خير ان شاء الله. انا عندي زوج بنات، طفله عمرها 2 سنين وحده في عمرها 3. الله يبارك. ومن نهار الاول اللي عرفت فيها جوزتي باللي اني اونسيانت بالطفله الاولى وهي دير لي مشاكل وتحرش راجلي عليا، بيسك هي ما تحبش البنات وقالت لي انا ما عندي ما ندير بالبنات ونحب ولي العهد، ودوكا راني اونسيانت وخفت نقولهم باللي عندي طفله لانه راني مهدده باش راجلي يخليني ولا يطلقني ويقول لي روحي لداركم ارجعي لداركم، وانا يولي في رقبتي زوج بنات. وحتكون الثالثة. وهي حتكون الثالثة. شكرا لك. ما عندي ما ندير بيك لو كان ديدي تجيبي طفلة. نزلنا نحوسوا على الولد والعجوزة تدير مشكل العروسة إلا ما جابتش الولد. إيه قال لك المثل، أنا فقرت وأنت غني وأنا قتلت وأنت حييه. يلا روحي انت جيب القدره تاعك، روحي خدمي كري لها ان يعني ان غارسون في نعم كمان دور تاع الرجل اللي راه غايب واللي يخلي الام ديالو هي اللي تتحكم في علاقته مع زوجته. نعم. ما كيش تشوفي باللي حنا كنساء رانا بزاف، مانيش حابه ندافع على العجوزه على الزوجه، ما يقولوا رانا نحرشوا. المراه ما يش تقول لا ستوب، يماك ما تدخلش في حياتنا. شغل ماناش نقولوها، علاش حنا ما عندناش هذا الوعي باللي انت لازم تفهمي راجلك باللي نو، ماشي ماك اللي تدبر علينا، ماشي ماك اللي تاخذ قرارات في حياتي وحياتك، ماشي ماك اللي تجي تقول لي طفله وولد كيما شفنا مشكل الاخت ولا على جالي ما حبسني من الخدمه، لماذا؟ علاش انت قبلتي؟ علاش ماناش نقولوا نو ستوب يماك، نو يماك على عيني وعلى راسي في حدود علاقتك انا وانت وحدنا. ما كانش دخل لا امي لا امك لا اختك لا اختي. نشوف علاش ماناش نقولوا لا. عندي انا موضوع من زاويه اخرى، ان البنات تاع اليوم تانيك ما ولاوش ما عندهمش حياه، ويعني اكسكوزي موا بور سكو راحت الحشمه تاع زمان، راحت الحشمه وراحت الحياه
ولا يعني ولا جوزها تقول لها كلمه هي تقول لها ترجع ترجع ولا درجه الحياه بدلت درجه كيفاش نقول لك تربيه تربيه مش امنيه طلعوا عندها مقبل في تي غير تري بيان بارلي قالت باللي المراه لازم تتعلم ماشي راح تزوج بابا مع راجل ماشي لي فيلم علاش عايشين لي فيلم سي لا لوجيك دونك هي تقول قالت باللي لازم تعرف وين هي رايحه دابا باسكو على بالك الحب وحده وزواج وحده دارهم حبينا ولا كرهنا صح الحب وحده وزواج وحده شيء اخر كاين ابل كاين معنا اتصال الو الو نعم السلام عليكم وعليكم السلام اختي مساء الخير شكون معايا في الموضوع تفضلي شكون معايا اول نعم انا اكرام من ارجي اختي مرحبا بك مدام اكرام تفضلي وشنو هو انشغالك اختي انا اكرام عندي 36 سنه الله يبارك وعندي واحد العام برك ملي تزوج ما شاء الله انا عايشه مع عائله الزوج ديالي مع جوزتي الحمد لله مازالها لاباس بها على في دارها الحمد ومع جوزتي 26 سنه قاعده في الدار المشكل انه حسيت روحي ملي تزوجت انا حسيت روحي جابوا خدامه للدار ملي نوض وانا نخدم عليهم راكي تعرفي طياب الشغل واحد ما يحس بيا واحد ما يقول لي بزاف عليك واحد ما يقول لي اقعدي بزاف عليك نديرها غير للشغل ولوستك تخدم قاعدة في الدار ما هو الوضعية تاع لوستك لا قاعدة في الدار لوستي ما شغلي ما تحلها العين ما تقول لها هي اللي تقول لها ما تخدميش وانت تخدمي اه وانا بحب اني انت ما يعني ما حساسة شوية من هذا الموضوع نفهمك اختي شكرا اختي قلت لك دايرين لي شغل خدامه في الدار ما درينا قاريه حبست الخدمه في جالو بحكم اني تزوج شي روطا قلت معليش ندير الدار نسمح في الخدمه وندير الدار بصح المشكل الكبير انه هو ماشي في الشغل معليش بدات المكتوب تاعي قلت معليش نكمل نخدم عليها ما داوش كتب لي ربي المشكل انه اليوم راني اونسانت وفي شهر ثالث وعندي غروسيس ميناسي وخايفكش ما يصرى البيبي وكي تعرفي وحده كبيره في الله اي حاجه تقدر تصرى لها نشكرك اخت اكرام كيفاش نقدر نحافظ على صحتي من جهه ونبيتي المشاكل معانا في داري شكرا شكرا اخت اكرام نجاوبوك الان واش رايك في الموضوع شحال عمرها 86 36 36 قالت لك تزوجت كبيره قالت كبيره وكبيره في اللاج وش فيكم هي شافت روحها كبيره الافكار تاع الجزائريين زرعوهم فينا تربينا عليهم على بالك مدام وزيت تخو جون مي هي شافت روحها نسبه لوستها صغيره يعني مدام لوستها قالت لك 26 سنه قاعده في الدار يماها تقول لها ما ديري والو كاين اللي يدير قالت لك حبس لي الخدمه وقبلت خلوني خدامه عندهم ما وراني اونسنت هذه هي علاش ما راناش نقولوا نو علاش نقولوا لا لن اقبل صعابت صعابت لا فام اجوردي ولا ميم لوم حنا دائما نقولوا بلي غير لا فام ميم لوم يلحق ان سيرتان يلحق ان سيرتان ان سيرتان اج ثاني هو يكبر طبعا علاش يبقى دائما عنده 20 سنه في عمره راجل باوي كاين بزاف بنات تقول لك انا ما نتزوجش مع واحد كبير طبعا نتزوج بما واحد انا نتزوج مع واحد قدي نو انا 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 جي ليزون كوراج سي في لا باسكو على بالهم واش عندهم هما على بالهم تستاهل واش لازمها علاش تقول لك عندها 36 سنه قالت لك بلي كبرت و قلت نقبل بمكتوبي ونقبل بمكتوبي ونبطل تسمى خلاص سي لا فان دو موند للاسف شامي دلا في مازال كي صغيره بزاف انت ما نقدرش نهضر عليها اصلا قالت لك واش ديري باش نبيتي المشاكل بس واش ديري واش ديري واش ديري وراه دور الزوج كيما قالت نوال مقبل الزوج او ديبي مدام سي او ديبي هما يشوفوا كيفاش نقولوا نشوفوا غير واش راح يصرا غدوا نشوفي بلو تار شوفي بلو تار شوفي اش عند رجلي شوفي انت ديجا اصلا كيما قلت انت راني كبيره معليش ناخذوا من الباب من هذا راكي كبيره عندك 36 سنه عندك طبيعك في داركم طبعا ماشي راح نقول لهم على بالك تغسلي ديري وطيبي وما تخرجيش وي 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 شوفي سا شوفي سا علاه واش كاين وعلاش ماناش نقولوا لا حنا في دارنا ما نقدروش دائما نخدموا شغل انا اخترت نوض مع صباح كرام ما نخدمش ما نديريش ما نديرش دونك لازم من بعد كي تروحي لدار الناس لدار الناس تولي تدخلي في لوبليغاسيون انت مجبوره ميم سي ما كاينش حابه ما كاينش قادره دو فير لو ميناج اجوردي ما كاينش حابه طيبي ما كاينش قادره اكيد مريضه كاين مورال ما كاين مورال كي تخرجي تخدمي عندك مشاكل في الخدمه كي تقعدي في الدار عندك لا بريسيون تاع الدار
باسكو الافكار تاعك ما جيت تبدلوا لو سيستم تاعك تاع لو مورال تاعك فيه فطور فيه كرينو فيه كوزينه لا شامب ولا صالون الغبار و جو سي با سي لا فامي مانياك و كاين دي فام كي نورمال نورمال ما عندهم حاجه بصح كاين ما يقبلوش كاين اللي ما يقبلوش دونك لو كرينو تاع راسك لداخل لو سيستم تاعك لداخل راهو يدور الانرجي تاعك بوزيتيف يبداو يروحوا يبداو يتمسحوا ويبقاو غير لو كوتي نيجاتيف بدا تشوفي غير كيفاش تولي شغل روتريتي انت عندك 26 سنه في عمرك تولي شغل عندك 70 سنه تبدا تشوفي الفنجان هذا موسخ الحيط كاين سي با نورمال هذاك علاش عفس لي راني نمسح تولي هكا شغل مهبوله شندير عشاء وشندير فطور الوغ كي يدخلوا الوسات هذه يخدموا برا داخلين عندهم شافوا الناس عندهم افكار مختلفه تماما كي يدخلوا دونك تصرا اون ماس والاخرى عندها باسكو لوستها باسكو هي تحس بلي راهي في دار بابها تري زاليز والاخرى داخل راسها تقول لك راني غريبه عليهم وي الوغ كو سي با دو تو كوم سا باسكو هذه على باز احنا مشاكلنا احنا على بالنا حبينا ولا كرهنا شوفي عند الاوروبيين تلقاي يلحق ان سيغتين اج روح دي مرتك وروح عايش حياتك بعيد عليا تبقى واحد التالف تبقى ويقعد عزيز والعروسه تقعد عزيزه بصحتك تجيبوا ما دي دار كل حالات اللي شفناهم لاحظتي باللي كلهم عايشين مع لاب الفامي ومعليش برك اللي نشوف غير في العرايس اللي هما اللي يعيطوا اون ديغي كو العجوز اون بوزيسيون دو فورس باسكو القوي عمرو ما يشتي راهم يقولوا لي بلي راهي جايه معنا اتصال من عند وحده تشكي من عروستها الو الو السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي شكون معايا معك الاخت نورا مدام الاخت نورا بومبرتات واش راكم مرحبا بك مدام نورا لاباس الحمد لله انت واش راهي صحتك تفضل والله الحمد ربي مرحبا بك معنا لاباس يا عايشك تفضلي وشنو هو انشغالك والله يا مدام شوفي برك احنا الموضوع هذا تاعكم تاع العروسه والعجوزه والمشاكل تاع الدنيا هذه باش نقول لك برك عندي يعني وجهه نظر تفضلي هو ماشي غير العجوزه اللي ماشي مليحه طبعا فهمتي طبعا يعني بطبيعه الحال ايه ديفو الاغلبيه الاغلب والله كاين عجايز ما شاء الله طبعا ايه رانا نشوفوا عجايز وهما اللي يتزوجوا هذاك ولا هما اللي يتزوجوا وهما اللي يغمضوا عينيهم ولو باش يبيدوا كاع المشاكل كيفاش التجربه تاعك مع رئيسك قولي لنا مدام والله غير اول حاجه انا الشغل اللي يخدموا هما انا نعاودو وساكته انا نخدم عليهم يعني انت تعاودي موراهم انا نعاود نخدم وساكته باش نبيدوا كاع المشاكل ما نعاودو يعني ما كانش مشكل باين غير انه هما مهملات في الشغل وانت تعاودي موراهم الشغل هذا ما كان نعاود نرضاها في تعبان نتعب جسديا وما نتعبش موغال ربي يقويك ربي يقويك ربي يقويك ويعطيك الصحة إن شاء الله شكرا لمشاركتك معنا صحيتي فوالا واش قلنا من قبل كل وحده وطبيعتها انا كنت عندي انا نشوف الموضوع من زاويه اخرى عندي خواتاتي مزوجين وعندي خوتي مزوجين وعندي جيراني وعندي ناس نعرفهم وناس يخدموا معايا مي كوليغ اني نعرفوا شويه لو سوجي هذايا معروف يعني زاد طفل اليوم وعارف يكون صغير يعرف الحكايه باسكو سي ايني دونك انا نعرف عجايز مع بناتهم تكون عروستهم معهم ينحوا اللقمه من عند بنتهم يمدوها العجوز العروس تقول لك عروستي بنت الناس صح تتهلا فيها اكثر ما تتهلا في بنتها احنا علاش ما نهضروش على الكوتي بوزيتيف تاع طبعا ماما. طبعا كاين او كونترير كاين دي كيما تقول هذه قالت لك العرايس يخدموا شغل هي تعاود باسكو يعني تعرف شغل يدها تعرف شغل دارها بور ايفيتي لي بروبليم كل وحده نظافتها كل وحده كيفاش عامله فورس اليوم تعلموا تجي واحد تزوج بنتها تقولها شوفي غير يقلقوك تدخلي بيتك وغلقي الباب سي فو صح سي فو كي تحرضي في بنتك على دار عيب هذا عيب عيب دونك دخلي بنيتك دخلي صافية غير نشوفك تقلقتي هكا نعرف بلي عندك مكالمة ماشي مكالمة للأسف انتهت هذه الفقرة نروحوا الآن ننتقلوا إلى فاصل ونشكرك بزاف نوال اللي كنتي معنا نورتينا نتمنى نشوفوك إن شاء الله في مواضيع واحدة أخرين إن شاء الله كل تعرفنا على هذا الجانب الجميل من شخصيتك شكرا يا أمي شكرا لك ميرسي بوكو ننتقل الآن إلى فاصل وبعد الفاصل راح نكونوا في فقرة أنا وطفلي